كابتن فهد، سؤال أخير أو مو سؤال أخير. أنا اليوم أول ما جيتك جالس أشوف فيه، شفتك تعزف على العود، فهذه هواية عندك يبدو، هواية خاصة يمكن خارج يعني ما حد يعرفها. من أول محطوط كذا؟ إيه، هو من اليوم باين قدامنا. فأنا أعرف إنه أنت تحب تعزف على العود، فطبعًا إحنا طمعانين اليوم إن نسمع منك شيء، أغنية تحب تعزفها مع نفسك. أنا ما أعزف والله، يعني أعزف اللي أنت متخيله يعني. لا والله يعني أحيانًا مع نفسي دندن يعني عادي. طيب، مش هذه خاصة لبرنامج وينك؟ الله.